معي عبر الهاتف مشاهدينا سيادة اللواء أركان حرب محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، بعد التحية، كما تعودنا في كل عام ذكرى يوم الشهيد هو يوم احتفاء خاص ليس فقط بذكرى الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض، ولكن بكل الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء لهذا الوطن. النماذج التي رأيناها في الجزء الأول من الاحتفالية، كيف تابعتها ورأيتها؟ أولا نعم أراكم بخير وجميع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات في الخير دائما ودائما نتذكرهم في مثل هذه المناسبات التي تكون دائما باعثا ومشاركة وجدانية كاملة وشاملة لكل هذه العائلات وكل هؤلاء الأبناء والأحفاد حتى تكون عرفانا بما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات والتعريف ايضا بالتحديات والتهديدات والمخاطر التي تمر بها البلاد. ولولا هؤلاء الشهداء وما قدموه من عمل عظيم فداء لهذا الوطن، وهو ما اطلق على هذه المدوى اليوم الثمن، ما كنا لما ما نحن فيه الان من امن واستقرار والحمد لله، ولنا في ذلك كل ما تمر به حولنا المنطقة من متغيرات وتحولات شديدة لا صعب طب. وإن شاء الله جميعا كل هذه التهديدات والمخاطر. نعم، يعني المتابع بالتأكيد سيادة اللواء يرى بكل وضوح أن الوضع تغير عن الثماني سنوات الماضية، وهذه هي الفترة الذي استشهد فيها أبطال القوات المسلحة في مواجهتهم للإرهاب في سيناء. اليوم خاصة أن الندوة التثقيفية جاءت تحت عنوان الثمن، ترسيخا لما دفعه هؤلاء الأبطال من أرواحهم ثمنا لهذا الوطن. المتابع للتغيرات في الثماني سنوات الأخيرة والآن، كيف يرى التحول، ونتحدث الآن استراتيجيا وعسكريا خاصة فيما يتعلق بالوضع في سيناء؟ أولا برضو السيد الرئيس نوه في أثناء هذه الندوة كلمة تعقيب على كلمة أم أحد الشهداء اللي هو مثلث القيادة الحقيقه الذين قدموا اروع امثلهم اوائل دفعتهم وحامل علمهم سميوا شهداء القياده ام القياده يعني. ما قالوا قال ان شاء الله ضابطه احدى يعني السيده والده الشهيد انه يتم زياره تقوم بزياره الى ارض سيناء حتى تتذكر وترى ماذا تم والثمن الذي دفعه أبنائهم أنه أصبح واقعا محققا على الأرض. وكان رد السيد الرئيس واضحا هيئة وكاملا وشاملا، حيث قال أن سترون سيناء غير التي كنتم ترونها أو تسمعون عنها سابقا بعد القضاء على كافة التحديات والتهديدات والمتغيرات التي كانت موجودة، وأبنائكم من القوات المسلحة والشرطة وجميع أجهزة الدولة يقومون الآن بأعمال عظيمة جدا على أرض سيناء، وسيتم إجراء احتفال كبير بكل ذلك إن شاء الله في القريب، سيحضرونه جميعا. يبقى بذلك حقق أملا ورغبة لكل هؤلاء من عائلات الشهداء، وفي نفس الوقت هي أظهر وأبرز للعالم على أرض الواقع كل ما يدور، أن ما كان يدور كان فترة صعبة تم التغلب عليها بأعمال هؤلاء المقاتلين البواسل في كافة المجالات. تفضل. صحيح، ورئيس في ذلك الشأن تحدث عن هذا اليوم الذي سنرى في سيناء جديدة، أنه اليوم الذي سيحتفي فيه الرئيس هناك مع أسر الشهداء أيضا. طبعا يا فندم، وبالتالي أيضا هو يعني أنا مش عايز أتشبه أو واضح جدا حتى مما يتم تقديمه بوصف الإعلام من برامج في سيناء، سواء كان في أعمال التنمية الشاملة التي بتتم والمستدامة وخاصة في كافة المجالات، يعني في مجالات التعليم وفي مجالات الصحة في مجالات الطرق والمواصلات والموانئ، يعني ميناء العريش لسه كان مستخدم من أيام بسيطة جدا في نقل بعض الإمدادات
والمعونات الطبية التي تقدمها القوات المسلحة أو جمهورية مصر العربية عموما على القطاع البحرية المصرية قامت بنقل هذه الإمدادات إلى كل من تركيا وسوريا. يعني كل هذه وبالإضافة للمطارات بالإضافة للسياحة، يعني الحقيقة يعني الكلام يعني هيبقى مؤكد بقى وواضح أكتر ومصور بحضور كبار المسؤولين وكبار وعائلات أبناء الشهداء والشهداء بالكامل حتى يرون كل ذلك على أرض الواقع ويكون واقعا ونموذجا ومثالا يؤكد أنه كان ثمنا ولكنه ثمنا غاليا بايضا ولكنه أدى إلى الهدف والغرض المراد. أكيد كان ثمنا غاليا، وبكل تأكيد سيادة اللواء التذكير في هذا اليوم يوم ذكرى الشهيد بهذه الروايات البطولية التي يعني تتكرر تتشابه في الحكايات، ولكن الهدف واحد وهو وجود أبطال يضحون بأرواحهم فداء لهذا الوطن وفداء أيضا لكي يعيش شعبه في أمن واستقرار. أهمية عرض هذه الروايات والبطولات بهذا الشكل يعني الفني التمثيلي حتى تصل الرسالة. نشوفنا حتى التأثير يعني المعيشة الفنية وفي نفس الوقت تأثيرها على المؤدي نفسه. شفنا أطفالنا اللي هم النهاردة هم ذخيرة المستقبل الذين يتم إعدادهم، كيف فعلوا وتفاعلوا مع أدائهم التمثيلي على المسرح. ولكن هو في الواقع العائلات، وإحنا شفنا برضو حتى الأمهات والوفاة وحتى الآباء الذين جابوهم كأمثلة مسجلة تم عرضها، قال لك أنا حتى أبنائي وأطفالي وأحفادي نحن نعدهم ليكونوا شهداء للدفاع والصون وصون لكرامة هذا الوطن والزود عنه. ودي حقيقة موجودة في الشعب المصري، فنحن فعلا في رباط إلى يوم الدين. ما في مرحلة من مراحل مصر لم تشارك فيها الشعب بأبنائه ويقدمهم في طليعة الجيش وفي طليعة القوات المسلحة وأجهزة شرطته وأجهزة المعلوماتية والأمنية وفي كافة الاتجاهات بتقديم الشهادة. الشهادة ليست فقط في العمل العسكري أو في الأداء الشرطي، لا، هناك شهداء يقومون يستشهدون أثناء تنفيذ أعمالهم التنموية أيضا. صحيح. نتيجة المخاطر التي تتواجد في هذه المناطق. يكفي جدا العبوات المتفجرة التي بتكون موجودة ومبعثرة وغير مخططة ويتم التعرض لها. يعني كل واحد بيعمل في هذا المجال في هذه الأماكن الحقيقة هو مشروع شهيد. وإذا ما بيبقاش الحقيقة بسهولة، ده يعني بيبقى داخل الانتماء والولاء للوطن داخل الفرد نفسه. فهذه المشاهد التمثيلية إن كانت تمثيلية في شكلها الآن، ولكنها فعلا في الواقع هي موجودة وحقيقة، وحقيقة موجودة داخل أبناء هذا الشعب المصري. يعود فيها الفضل الأول والأخير إلى الأسرة المصرية، إلى العائلة المصرية. صحيح. إلى الأب والأم المصرية، الأم التي ترعى أبنها وتعلمهم على التضحية والفداء والوفاء والانتماء والولاء. ويعني خير دليل على ذلك الصمود لدى الأمهات. الحمد لله دائما نحن نرى دائما على أرض الواقع حتى من أمهات الشهداء الذين يخرجون دائما بمثل هذه المناسبات ونراهم ونستمع إلى كلماتهم، الحقيقة بيكونوا مثال قوي على قدرة وقوة الأم المصرية وصلابتها وحقيقة وبنيانها الصحيح من الناحية التربوية لأبنائها. ودي الحقيقة حاجة يعني إحنا، أنا شخصيا بقول إن الحاجة دي نتحسد عليها كشعب المصري. صحيح، يعني هي كلمات ملهمة نراها في أمهات الشهداء الذين يتحدثون في هذه المناسبة، وركز عليها الرئيس أيضا أن الفضل يعني في وجود مثل هؤلاء الأبطال، يعني العقيدة التي تحدثت عنها في كيان كل فرد في مصر، الأسرة لها دور فيها والأم لها دور فيها أيضا. في تعبير الرئيس عن ذلك أن كل أسرة أصيلة ربط في أبنائها أن يكونوا يعني خير مثال للتضحية والوفاء، حتى التضحية بأرواحهم هو أمر شديد الأهمية ويرسخ هذه العقيدة أيضا لدى الشعب المصري. بالتأكيد حضرتك، وبرضو نقطة برضو مهمة جدا برضو كثير حتى أثروها الزملاء كمان اللي هم كانوا النهاردة بيقدموا هذه الأعمال التمثيلية أو ما تم عرضه من لقطات تلفزيونية للعائلات.
ان المصريين لا يفرقون في الدين او في العقيده، بل بالعكس المصري هو انتماء لمصر في الاول او في الاخر. فهناك بشوي وهناك محمد وهناك احمد، وكل الجميع يقدم روحه ودمه ثمنا وفداء لهذا الوطن. فنحن الحمد لله نقول على اللحمه الوطنيه الحقيقه موجوده، ودي برضه بارزه جدا وهامه في الشعب المصري وفي الاسره المصريه وفي المجتمع المصري بصفه عامه. لا ننسى سيادة اللواء أيضا يعني رسالة هامة نتذكرها في يوم إحياء ذكرى يوم الشهيد مع استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض. يعني سنوات عديدة مرت على استشهاده، لكن ما قدمه من رسالة لا تنسى، وهي درسا مستمرا لكل أبطال القوات المسلحة في تلاحمه مع جنوده في الصفوف الأمامية. وهذا يعني خير مثال على تضحيته وفدائه وتقديره وتقدير مصر له باحتفاء يوم الشهيد في يوم ذكرى. الحقيقه هذا اليوم طبعا كان سنه 69، يعني مثل هذا اليوم سنه 1969، يعني من حوالي من اكثر من 50 حوالي 53 54 عام. نعم. احياء مثل هذه الذكرى، هذا الرجل كان هذا اليوم هو أول يوم في حرب الاستنزاف ضد العدو، وخرج بنفسه إلى الخطوط الأمامية الحد الأمامي للدفاعات المصري على القناة مباشرة في المعدية رقم 6 اللي هي شمال الإسماعيلية. الحقيقة وفي هذا اليوم تم إطلاق النظام المدفعية بكثافة وبدأت حرب الاستنزاف. العدو رد بقصفات مدفعية استشهد فيها سيادة الفريق عبد المنعم رياض، هذا الجنرال الزعبي لما يطلق عليه العالم كله الجنرال الزعبي، استشهد في هذا المكان وفي هذا التوقيت وفي وسط جنوده وفي الحد الامامي للدفاعات. دي حاجات كلها يعني بتدي امثله وعبره قويه جدا. انا هؤكد على هذه النقطه، انا يعني انا كنت موجود في الكليه طالب في هذه الفتره، وتخرجت بعد ذلك وحضرت ما بعد حرب الاستنزاف وخلافه وثم حرب اكتوبر 73. الحقيقه في مثل وقدوه كان موجود من هذا من سياده الفريق الذهبي الحقيقه، ايه هو؟ ان جميع القاده بتوعي من اول قائد الفرقه 16 فريق عبد الرب النبي حافظ رحمه الله عليه، وقاده الالويه الثلاثه شفيق متر الصدرات عبد الحميد عبد السميع رحمه الله عليهم مع احترامي الشديد لرتابهم وصاحب الساق المعلقه العقيد العميد يسلي. الحقيقه لو لقينا بصينا هنلاقي ان القاده دي قاده الفرقه دول هم الثلاثه قاده الويه العقيد من اللي هو العقيد عبد الحميد عبد السميع العميد شفيق متر الصدرات عادل اليسري وقائد الفرقه الفريق عبد الرب النبي حافظ رحمه الله عليهم جميعا اللي كانوا متوفى يعني جميعا كانوا موجودين في الصفوف الاولى. اقول لك بقى قائد الفرقه اصيب واخلي، يبقى هنا كان في الموجات الاولى للاقتحام قناه السويس. قائد اللواء 112 اللواء عادل اليسري بترت ساقه اصيب وبترت ساقه. العميد شفيق متر الصدراك استشهد في وسط جنوده في اللواء الثالث لمركبه القياده بتاعته مباشره. هذه ثلاثه من اربعه قاده تم يا اما اصابته يا اما استشهاد. هذه امثله واضحه قويه جدا لهذا النموذج اللي هو الفريق عبد المنعم رياض. هذا الحقيقه كان على الجبهه بالكامل. القاده دائما في هذه الاحوال بالذات يكونوا في وسط جنودهم. وهتلاقي طبعا كل الشهداء اللي حضرتك شفتيهم دول يستشهدوا في وسط جنودهم في وسط مقاتلينهم، وهي دي الحقيقه صفه رئيسيه وهامه جدا في القياده، رغم ان قوانين القتال وقواعده عندنا بتدي القائد تحدد له مكان في التواجد بيكون في الخلف بقدر يقدر يباشر كل مواجهات قواته وقتاله، ولكن بالرغم من ذلك تأكدهم في الخطوط الأمامية. نعم. ومتواجدين ويتم التعامل معهم.
واستهداف القادة يعني في الخطوط الأمامية أيضا على جبهات القتال هو يعني استراتيجية كانت واضحة ومستمرة أيضا حتى مع مر السنوات وحتى مع تغير العدو وصولا إلى الإرهاب في سيناء. يا مع كل الشهداء من شان زي ما حضرتك شفتي، سواء كان من القاده او من الضباط من الرتب المختلفه زي ما شفتي، خير دليل على ذلك. رغم انهم يقاتلون عدو هو الذي اختار يعني غير معلوم غير واضح غير مميز بمعنى ادق، يعني انا لما بحارب جيش نظامي عارف لبسه شكله ايه، عاداته شكلها ايه، تسليحه معاه ايه، يقدر يعمل ايه. لكن دي عناصر تظهر فجاه في المكان اللي هي محدداه بمنتهى الغدر ومنتهى الخيانه والكسه، وتزرع الابوات والانغام. القائد ماشي بمركبته او بقيادته او بقواته او متواجد في مكانه في وسط جنوده، ومن هنا بيتم هذه الاعمال بتتم في بتواجده في وسطهم، وده بيؤكد روحه دائما. والحقيقه دي حقيقه برضه، يعني من يمكن حضرتك لما شفت حتى المجموع مثلث القياده دول، ما هم دول هم كانوا اوائل الكليه، متخرجوا عملوا فين؟ على الحد الامامي في الدفاعات او في مواجهه العدو المباشر. اذا يعني رغم تفوقه رغم تميزه ممكن يخدم في حتت مختلفه، الا انه اكيد وكان له رغبه في ذلك اكيد انه يتواجد في مثل هذا المكان وفي مواجهه هذا العدو حتى يؤدي المهمه او الهدف اللي هو تعلمه وتربى عليه في بيته وفي اسرته وفي مجتمعه، ثم كمله في الكليه العسكريه. طيب سياده اللواء، اذا ما قارنا الماضي بالحاضر، يعني الفتره التي نحيي ذكراها اليوم يعني في حرب الاستنزاف هي التي مهدت لانتصارات حرب اكتوبر المجيد. الان يعني عندما ذكر الرئيس الثماني سنوات الماضيه الفتره التي شهدت اكبر قدر من فقداننا لابطالنا في القوات المسلحه، هل نستطيع ان نقول ان هذه الفتره من التضحيات هي التي مهدت للتنميه؟ وذكر الرئيس لليوم الذي سنشهد فيه سيناء جديده بعيده تماما عن الصوره التي موجوده في اذهاننا عن الارهاب والتدمير الى التنميه والى مرحله جديده. عايز اقول حاجه، ان الدنيا في مفهومه كلمه بسيطه جدا عشان الساده المشاهدين، هو كلمه الطمانينه. نعم. عشان تاتي الطمانينه زي برضو ما اتكلمت احدى السيدات الفضليات ام الشهيد، ان احنا موجودين عايشين في ظل ما هم قدموه لنا. لولا هذه التضحيات ولولا هذا ولولا ان هناك قوة تقف في وجه هؤلاء الذين يريدون اغتصاب أرضنا واغتصاب بلدنا بالكامل في مرحلة صعبة جدا، ما كان يوم أن نقوم الآن بهمس هذه الأعمال من التنمية. فهو ده أهم لهذا. طول ما هناك قوة وهناك قوات مسلحة قوية وقادرة وقوات شرطة قادرة على فرض النظام والأمن الداخلي وأجهزة معلوماتية قوية و وزارات الدولة تعمل جميعا لصالح المواطن، إذا سيكون هناك أمن وسيكون هناك بالتالي استقرار وعائد ونعيش فيه. إنما لو أي عنصر من هذه العناصر اللي احنا بنقول عليه القوى الشاملة للدولة، القوى السياسية والقوى الأمنية والقوى الاقتصادية والقوى الاجتماعية، ثم في النهاية خالص تأتي القوى العسكرية اللي بنقول عليها القوى الصلبة، لولا هذا لما لا رأينا العديد من المخاطر ومن التهديدات الأكثر من ذلك كثيرا. نحن لنا أهداف ولنا ثروات على بعد 200 ميل بحري، من الذي سيصنعها ويحافظ عليها؟ لا النهارده احنا نحن موقعنا الجغرافي الهام الخطير اللي احنا موجودين فيه، اللي لنا على البحر الأحمر ولنا البحر المتوسط وعندنا سيناء، كل هذا الحقيقه محتاج لقوات قادره على صيانه الامن القومي المصري وبصفه دائمه ومستمره. وهذه القوات وهذه العناصر المتكامله جميعها دائما تكون في تطور شامل ومستمر ودائم، لا تقف عند حد معين. النهارده الحروب بتختلف، الادوات بتختلف، النهارده بيهدوا الدول من الداخل بقدراتها هي بامكانياتها بشعبها هي. ده برضه هيجرنا الى نقطه ثانيه،
دائما دوره دائما القياده السياسيه بتاكد عليها وهو الوعي. الوعي ان احنا نعي ونعرف ما هو حولنا. عندنا القوه وعندنا الوعي ودول اهم حاجتين. اتفضلي. اشكرك جزيلا سياده اللواء اركان حرب محمد زكي الالفي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا.